أنا أول ما جيت فوكات قلت الفترة صعبة جدا ما راح يقدر يسوي شيء الرجل. استلم بيتروفيتش بعد فوكات أيضا هو نفس الموضوع اللي صار. هسه حاليا هسه المشكلة بأدفوكات لو مشكلة بالفترة اللي استلم. لا بالفترة اللي استلم لا يا سيدي استلم لعب كم مباراة؟ 6 مباريات لعب يعني ما كانت كافية من اللعبة. قدر يغير ما أولا أول مباراتين هو دخل تحت الضغط، خسارته الثانية وهي إيران دخلتها تحت الضغط بخسارة قوية كانت جدا بأسلوب عقيم جدا ما كان الرجل. أنا متأكد لو قبل 3 سنوات أدفوكات موقع معه بدل كاتانيتش لكانت الأمور تختلف بخبرته بموسوعته العلمية بموسوعته الفكرية لو متعلم من كل مكان محطة شغلتين ثلاثة أدفوكات يصبح من المدربين، لكنه الوقت والضغط والضغط الجماهير وأيضا عدم وجوده في بغداد عدم وجوده في أربيل أنا أعتقد هذا الموضوع سبب مشكلة لأدفوكات. هذه المشكلة انعكست على بيتروفيتش اللي قام يحضر مباريات في الدوري العراقي ويحاول ان يستقطب بس هو يعني المساعد مات كان هو يجيب لاعبين لأدفوكات.